الله تعالى وبركاته. أول شيء مشكور الجسم الإعلامي والصحفي ديال منطقة شتوكا بويقرا حد بالفاء، جزاكم الله خيرا على هذه التغطية، لأنكم كتوصلوا الرأي العام بكل مصداقية وبكل أمانة وبكل شرف ما يقع بجماعة حد بالفاء. لأن حقيقة اليوم احنا كنتسائلوا كمجتمع مدني وليس كإعلاميين أو كحقوقيين، كمجتمع مدني نضع علامة تساؤل كبيرة: من يحمي رئيس جماعة حد بالفاء؟ وأكررها: من يحمي رئيس جماعة حد بالفاء وقد ثبت في حقه الفساد واستنزاف المال العام والمضاربات في العقار منذ 10 سنوات أو ما يزيد، ولا زال هذا المشكل قائم بجماعة ديال حد بالفاء؟ ونتساءل مرة أخرى على الدور ديال السلطات المعنية، لأننا في بلادنا دائما كنشوفوا بأن السلطة الوصية اللي كتمثل في وزارة الداخلية هي اللي كتحمي المواطنين وعندها الرقابة وعندها الوصاية على المجالس أو على النخب السياسية ديالنا. إلا تخلات هاد السلطة أو لهاد الإدارة أو لهاد الوزارة والأطر ديالها على الدور ديالهم، فالمواطن غادي يكون لواحد العرضة ديال النهب وديال السلب وديال التهميش وتعطيل عجلة التنمية، كما وقع في جماعة حد بالفاء للرئيس ديالها. أنا حقيقة ما غاديش يكون عندي حتى شي إحراج باش نقول أنه بائس، هذا ماشي رئيس بائس، لأنه جر الجماعة إلى بؤس لا أول له ولا آخر، وكلكم كتعرفوا ما وقع في العقار اللي كاين في حد بالفاء والمضاربات والقضية أو العلاقة ديال الرئيس مع الموثق اللي هو حاليا في حالة اعتقال، وكيف أن هذه الأرض باقي ما حازتهاش الجماعة ديال حد بالفاء، والفلوس مشات تقريبا 789 مليون أو أقل أو أكثر، المهم فايتة 700 مليون، والمجالس التي راسلتها المعارضة من هالمجلس الأعلى للحسابات والجهاوي وكذلك السيد عامل صاحب الجلالة ووزير الداخلية، ولحد الآن لا من يحرك ساكنا ولا من يحاسب ولا من يراقب ما يقع في الجماعة ديال حد بالفاء، وكأن الرئيس فوق القانون ومحمي بقدرة قادر. وهذا هو التساؤل اللي خصنا كلنا نبحثوا فيه ونعرفوه: من يحمي الرئيس ما دام ان الفساد ثابت وحنا كنعيشوا مغرب ديال 2022؟ اذا ملي كنشوف انا واحد الرئيس فاسد وما كيتحاسبش وكيستنزف المال العام وكيعطي شواهد اداريه غير قانونيه وهو في منأى عن المحاسبه، فاذا شنو غنديروا حنا كشعب كحقوقيين كصحافه؟ ننحاز للفساد، مع العلم ان الفساد اصبحت له دروع قويه تحميه وتقويه ضدا علينا وعلى اراده وعلى اراده الساكنه وعلى اراده المواطنين الذين الامنيه ديالهم ان العجله ديال التنميه تتحرك، ان البلاد تنتعش، ان اليد العامله كذلك حد بالفاء كنشوف ان اليد العامله خصها تتحرك. رئيس او لا نخب سياسيه او لا برلمانيين بدل ما يوفروا المناصب شغل ومعامل ويستقطبوا مستثمرين ويخدموا بلادهم ويديروا فيها ملاعب قرب ويهتموا بالمتطلبات ديال الناس اللي صوتوا عليهم، فاذا بهم كيكونوا سماسره وكيدخلوا المضاربات ديال العقار، والقضيه راه كبيره وكبيره بزاف في الجماعه ديال حد بالفاء. كنتمنى السلطه المعنيه والادارات والمكاتب ديال المحاسبه ديال بلادنا تتدخل في هذا الملف ديال جماعه حد بالفاء. عملت بويقرا مندوب الهيئه الوطنيه وكعضو الامانه العامه في الهيئه الوطنيه للدفاع عن المواطنين ومحاربه الفساد، كما قلت لكم كندير واحد علامه تساؤل، ان كنشوف واحد البرود في التعامل عما يقع في الجماعه ديال حد بالفاء، وكان المواطنين لا شان لهم في ذلك، وكانهم يؤنبون ضمائرهم على انهم هم المسؤولون على نجاح هذا المكتب المسير وعلى اعطاء القوه للرئيس الجماعه ديال حد بالفاء. ارى ان المواطن
هو طرف كذلك فيما يقع بجامعة حد بالفاء، وأؤكدها المواطن المجتمع المدني بحد بالفاء هو طرف فيما يقع، لأنه لا يحرك ساكنا ويتعامل مع الوضع بصمت وبتواطؤ للأسف.